البداية من موضوعنا الأول، في خطوة مفاجئة أفسح البرلمان الإسرائيلي الكنيست المجال لعودة مستوطنين يهود إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية بعد حظرها في عام 2005، وهي مناطق كانت تأمل السلطة الفلسطينية في إعادة إعمارها لفائدة الفلسطينيين. الخطوة لم تمر مرور الكرام، فالقوى الإقليمية والدولية وتحديدا الأردن الجار دان الخطوة معتبرا إياها إجراءات تعرقل الوصول إلى السلام. أيضا صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية على قرار يوصي الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، احتجاجا على ما صدر من وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش النواب الأردني، وإن كان تصويته مجرد توصية غير ملزمة لأنه يعكس تشدد اللهجة في عمان تجاه تل أبيب. الخطوة الإسرائيلية وصلت تداعياتها إلى أروقة البيت الأبيض، حيث استدعت الخارجية الأمريكية السفير الإسرائيلي لديها مايك هيرتزوك، وذلك احتجاجا على إلغاء ما يعرف بقانون فك الارتباط. ووفقا لهيئة الإذاعة الإسرائيلية، فإن نائبة وزير الخارجية الأمريكي أعربت عن قلق بلادها العميق من الخطوة الإسرائيلية وصفة إياها بالاستفزاز. الرد الإسرائيلي أيضا لم يكن مهادنا. وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، وهي من حزب الصهيونية الدينية المتطرف، قالت إن المرحلة المهمة اليوم هي العودة إلى شمال السامرة، أي الضفة الغربية، مؤكدة أن خطيئة فك الارتباط ككل سيتم تصحيحها. وأفادت أن المستوطنات التي انسحبت منها تل أبيب في قطاع غزة عام 2005 جزء من أرض إسرائيل. الرئيس الفلسطيني اعتبر القرار مدانا ومرفوضا ومخالفا لكافة قرارات الشرعية الدولية. أما الاتحاد الأوروبي فطالب بإلغائه فورا، معتبرا أنه ذو تأثير عكسي على جهود الحد من التوتر. ينضم إلينا من عمان الدكتور بلال مومني، عضو مجلس النواب الأردني. إذن دكتور بلال، مرحبا بك معنا. التغييرات سريعة، لماذا تبدو حكومة نتنياهو مستعجلة ومحمومة إلى هذا الحد؟ تريد إنجاز شيء، لماذا كل هذا الاستعجال؟ بداية أشكرك أختي العزيزة، وكل عام أنتم بخير، أنتم الأخوة المستمعين والمشاهدين جميعا. أهلا بك. وهذا شيء إحنا متوقعينه، يعني إحنا بالنسبة لنا في الأردن مش مستغربين أبدا ما يصدر من حكومة بنيامين نتنياهو. هذه الحكومة اللي إحنا بنعرف إنه يعني رئيسها هو أشد الناس عداء للفلسطينيين وللأردن أيضا، فإحنا هذا الأمر إحنا متوقعينه. وأنت بتعرفي هذه حكومة يعني أتت على خلفية انتخابات، والآن بده يعني يظهر في دور البطل أمام المجتمع الإسرائيلي بشكل عام. هذا المجتمع اللي احنا بالاردن ما زلنا مراهن انه في عدد من في يعني موجود متوفر لا شك شخصيات من العقلاء قادرين على ضبط الامور واعادتها للنصاب الصحيح، ولكن ما نراه من حكومه بنيامين نتنياهو ومن وزرائه مش اول مره بنسمع تصريح. الوزير الاسرائيلي بن غفير كان له سابقه بهذا الامر، ما سمعناه من وزير الماليه سموتريتش يعني كان بالنسبه لنا امر متوقع، واحنا متوقعين كل شيء من هذه الحكومه اللي يعني هي اشد الحكومات تطرفا في التاريخ الاسرائيلي حتى هذه اللحظه. طيب دكتور بلال، الاردن رد على يعني لسان نائب رئيس الحكومه بشر الخصاوني والسيد توفيق كريشان، قال هذه مفاتيح جهنم، اللهجة كانت فيها تصعيدية جدا من قبل الأردن. أيضا أيمن الصفدي انتقد إسرائيل كثيرا. كيف يمكن أن تؤثر كل إجراءات الحكومة في إسرائيل على العلاقة بين البلدين وعلى إمكانية الوصول إلى أي شيء إيجابي في القريب العاجل؟ يعني الحكومة الإسرائيلية مطالبة باحترام المعاهدات اللي تم توقيعها بدءا باتفاقية السلام عام 94 ولغاية هذا اليوم، كل الاتفاقيات اللي تمت واللي كان الأردن في جزء في عدد كبير منها. اللي أنا بحب أحكي لك إياه، ما صدر من تصريحات سواء كان من وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء، حتى دولة الرئيس، هي عبارة عن هي فقط محاولات لتذكير الإسرائيل الحكومة المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية ولتذكير المتطرفين في المجتمع الإسرائيلي بأن الأردن
إن احترم الاتفاقيات الموقعة معه بموجب اتفاقيات السلام، فإن الأردن مش عاجز عن الدفاع عن حدوده أو الدفاع عن نفسه. وإحنا ما زلنا بالأمس كنا نحتفل في ذكرى معركة الكرامة، هذه المعركة اللي مضى عليها أكثر من 55 عام تقريبا، نعم واللي كانت أول المعارك اللي حقق فيها الجيش العربي الأردني الانتصار على هذا على اليهود او على الاسرائيليين بشكل، حتى نحط الامور في مسمياتها، نضعها في مسمياتها الحقيقيه. هي فقط محاوله للتذكير، وانا ما بستغرب انه هاي المحاولات اللي تصدر من المتطرفين في الحكومه الاسرائيليه بهذا الوقت تحديدا، وهي من باب المناكفات السياسيه اللي احنا قادرين بالاردن، السياسيين في الاردن قادرين على التعاطي معها والتعامل معها في سواء الان او في المرحله المقبله. احنا بنعرف في الاردن اختي العزيزه بانه احنا الان نتعامل مع حكومه يمينيه متطرفه باشد وباقصى انواع باقصى صور التطرف، واحنا جاهزين للتعامل معه. وما ورد على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الاداره المحليه اليوم بانه احنا حدودنا يعني هي مفاتيح جهنم، هي فعلا مفاتيح جهنم، والاسرائيليين بيعرفوا انه مفاتيح جهنم. ولكن ما يعني ما دفع انا برايي التجرؤ اليمينيين الاسرائيليين المتطرفين على القيام بهذه التصريحات، انا برايي هو حاله الفتور اللي بتسود في الاجواء العربيه بشكل عام وخاصه في السنوات الاخيره، وكأن اسرائيل تستغل ما يسمى بالربيع العربي حتى تنفذ اجندتها ويعني تبث سمومها. ولكن هم بيعرفوا انه الاردن حدوده منيعه، الاردن بهمه ابنائه برجاله بسياسته وبسياسيه وبقيادته الهاشميه اللي احنا نعتز فيها، واللي هي يعني تمتلك مفاتيح وادوات كثيره للتعاطي مع مثل هذه الحالات. طيب دكتور بلال، الائتلاف الحكومي الغى اتفاق اسرائيلي امريكي، تتحدث بانه في فتور عربي، لكن اسرائيل اليوم تحاول أن تتحدى الولايات المتحدة، يعني لا يهمها شيء. ما سر هذه العنجهية الإسرائيلية؟ من أين يأتون بكل هذه لنقل الوقاحة في المضي قدما بكل ما يريدون؟ إسرائيل تستغل الأوضاع العربية وتستغل الأوضاع العالمية والحالة الأمريكية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، هذا أمر لا يخفى على أحد، لا شك أنه يؤثر. ولكن ما وصلت له يعني الإسرائيليين أو المتطرفين الإسرائيليين إلى هذه المرحلة، وإحنا كلنا بنعرف الدعم الأمريكي في السنوات السابقة يعني اللامحدود والمنقطع النظير، هو ما وصل بهذه العنجهية الإسرائيلية إلى التمادي حتى على من كان يمد لها يد العون والمساعدة وهو. لكن هل ستنجح بما أنك ذكرت دكتور بلال بأنه هي تستغل وضع الولايات المتحدة؟ أمريكا منشغلة بقضايا استراتيجية أخرى، ربما أوكرانيا روسيا، تايوان الصين، وأيضا حتى يعني إيران والسعودية، الآن ثمة الكثير من التغييرات الأقليمية في المنطقة. هل بالنسبة للولايات المتحدة موضوع تمادي الحكومة الإسرائيلية في إجراءاتها هو موضوع ثانوي؟ بالتأكيد ليس موضوع ثانوي، وأنا بالتأكيد ما قامت به الإدارة الأمريكية هو يبعث جرس الإنذار إلى الحكومة الإسرائيلية بالتوقف والتوقف عن التمادي في أي إجراءات أحادية من قبلها، سواء اتجاه أشقائنا الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي كافة الأراضي الفلسطينية أو في علاقاتها مع دول الجوار. وما تنسي أنه إسرائيل ككيان، وأنا مصر على تسميته ككيان، هو يرتبط بحدود ممتدة على مع المملكة الأردنية الهاشمية، وهو يعني هم يعلموا أشد المعرفة بأنه أي محاولة أو أي أفكار قد تقودهم باتجاه هذه الحدود، تجربتهم معنا في حرب الكرامة كانت تجربة واضحة جدا، وهم بيعرفوا نتائجها وإيش مقدماتها وإيش ممكن يعني يترتب عليها من نتائج. لكن لا شك أنه التمادي الإسرائيلي بهذه الصور لا شك أنه قد هو يعتمد على دعم خفي. هذا الدعم الخفي برأيي أنه الآن بالرسالة اللي وجهتها الإدارة الأمريكية للحكومة الإسرائيلية، يعني قد تفتقد هذه الحكومة إلى هذا الدعم بهذا الموقف الأمريكي اللي احنا كنا يعني نطلب انه هذه المواقف الامريكيه تكون يعني باتجاه القضايا العربيه بشكل عام، خاصه في بالجانب المرتبط في العلاقات بين العرب واسرائيل، كان يعني كنا نطلب بانه ونرجو بانه يكون موقف اكثر ايجابيه. هذه الايجابيه حقيقه جاءت متاخره،
ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. إن شاء الله يعني أنه تكون الأمور أفضل، وتعاطي الحكومة الإسرائيلية مع هذه الرسائل من الإدارة الأمريكية على وجه الخصوص تكون لها نتائج إيجابية في هذا الأمر، لأنه أي تصرف لن يعني هذا سيترتب عليه نتائج سيدفع الجميع ثمنها، وأولهم هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة. الدكتور بلال الممني عضو مجلس النواب الأردني، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا، قرار البرلمان أفسح المجال لعودة مستوطنين إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من خلال تعديل قانون تم أقراره عام 2005، والذي أمر بإجلائهم لكونها أرضا فلسطينية وحقا أصيلا بحسب قوانين الأمم المتحدة للشعب الفلسطيني. قانون إخلاء المستوطنات في الضفة اعتمده الكنيست في عام 2005 وسمي بقانون فك الارتباط، لكن اليوم وبموجب الخطوة الإسرائيلية بات بإمكان المستوطنين العودة إلى تلك المستوطنات بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي. ومنذ حرب عام 1967 أقامت إسرائيل نحو 140 مستوطنة على أراض يعتبرها الفلسطينيون جزءا أساسيا لإقامة دولتهم المستقبلية، ويعيش هناك الآن أكثر من 500,000 مستوطن، إلى جانب المستوطنات المرخصة أقامت مجموعات من المستوطنين عشرات المواقع الاستيطانية دون تصريح حكومي. معظم القوى العالمية تعتبر المستوطنات المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام أو في حرب 67 غير شرعية بموجب القانون الدولي، وترى أن توسيعها يعرقل السلام لأنه يؤدي إلى تآكل الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية عليها. ينضم إلينا من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق بيتر همفري. مرحبا بك سيد بيتر. الانتهاكات بحق الفلسطينيين مستمرة وأيضا منافية لما تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وإسرائيل. من أين تأتي إسرائيل بكل هذه القوة للمضي قدما في كل هذه الإجراءات؟ إذن هذه تطورات كبيرة خلال الأيام الماضية، والولايات المتحدة مرتبكة، لم نتوقع ذلك، والسفير الإسرائيلي تم استدعائه من قبل الإدارة لتفسير الذي حصل ولضبط الأمور. إذن هناك الأمور التي تجري، إذن نأمل أن تقوم الولايات المتحدة بضبط الوضع، وربما ليس قريبا، بل تستطيع دول مثل عمان والأردن الانضمام لاتفاق أبرام. إذن هذه تطورات، مع هذه التطورات ليس هناك أمل لهذا الاتفاق. إذن الأردنيون صحيحون في تعبير عن غضبهم. سيد وحتى أيضا ماذا قال وزير المالية الذي وصف إسرائيل وقال أن من حق إسرائيل السيطرة على كل هذه الأراضي. هذا يعني أنه سيكون لدينا دولة ستكون فيها إسرائيل قريبا الأقلية، لأن حقهم أو أيضا معدلات الولادة بين الإسرائيليين والفلسطينيين مختلفة جدا، ويبدو أن الفلسطينيين عددهم سيتعدى الإسرائيليين. إذن لا أعرف كيف لا يستطيعون الإسرائيليون رؤية ذلك. هذا ليس منطقي للمستقبل. إذن نحن سنعمل سويا في الولايات المتحدة لعكس هذان القراران السيئان. إذن سنقوم بمراجعة الأمور، لن نزور المستوطنات، لقد وعدنا العالم والولايات المتحدة أننا سنزيد ولا نمدد هذه المستوطنات. إذن على المدى الطويل الوضع يبدو أن سنستطيع أن نحل الوضع الإسرائيلي من خلال أي اتفاق، حيث يتم ضم المستوطنات إلى إسرائيل، ولكن لا أعتقد أن هذا سيحصل، أو سيكون هناك اليهود يعيشون في فلسطين. إن استطعنا أن نؤمن 15% من العرب الذين يعيشون في إسرائيل، إذا سيكون هناك معدل منهم يعيشون
إذن سيصبح الأطفال سكان هذه الدولة الجديدة. وإذن هذا ماذا حصل خلال الأيام الماضية، وكان جنوني جدا، ولا أؤمن أنا سمحت الولايات المتحدة بذلك. لكن البعض يقول الانزعاج الأمريكي ليس صادقا، اسمح لي بهذه الكلمة. الولايات المتحدة هي من سمحت للحكومات المتعاقبة بمراكمة كل هذه المشاكل إلى أن جاءت هذه الحكومة ويعني وجدت الوقت المناسب لاتخاذ قرارات ربما كانت تريد أن تأخذها من قبل، لكن الوضع الآن مناسب لإسرائيل تماما، خصوصا أن الولايات المتحدة منشغلة عالميا. Well, this is no different هذا ليس مختلف عما قام يقوم به بوتين في أوكرانيا ويقول أن أوكرانيا ليست موجودة. إذن قول أن الفلسطينيون غير موجودون هو الشيء نفسه الذي يقوم به بوتين في روسيا. إذن الولايات المتحدة تواجه ذلك ولا توافق معه. أعتقد أن 3 مليار دولار التي ستعطى هي مطروحة، ولا أستطيع أن أرى الولايات المتحدة متفقة مع هذا الوضع. لكن سيد بيتر لو سمحت لي، كيف ستتخذ الولايات المتحدة القرارات التي تقول بأنها ستحل المشكلة؟ ما هي الآليات؟ لأنه حتى الآن يبدو أن التصعيد الأمريكي أو الحراك الأمريكي هو تصعيد دبلوماسي فقط على مستوى تصريحات. We have a big request on the table with Israel, and that's that they don't bomb. ألا تطلق أو تفجر المراكز النووية. هذه هي مقالكنا الأساسية، لأن معاملة الإسرائيليين للفلسطينيين كانت الخطوة الثانية. إذن لدينا طلبان، وأيضا وقف إذن تفجير المراكز الإيرانية النووية. إذن هذان الطلبان مهمان جدا ويجب تطبيقهما. أعتقد أننا نستطيع أن نتكلم عن التعاون في مجالات الاقتصادية والتقنية. هناك أمور كبيرة نستطيع أن نتكلم عنها، والثمن كبير إن استقبلنا بالتفكير بهذه الطريقة، إن استمرنا بالتفكير أننا نستطيع أن نسيطر على كل هذه الأراضي. إذا إن استمرت إسرائيل بالتفكير أنها ستسيطر على شعب يستحق الدولة، إذا في نهاية المطاف إسرائيل ستقتل نفسها. فعلى الولايات المتحدة أن توضح الأمور، وأن الأرقام الديموغرافية تؤكد أن إسرائيل تؤدي إلى انتحارها، وحل الدولتين أساسي. يعني كأنه الولايات المتحدة تخاف على إسرائيل من نفسها أكثر ما تخاف على الفلسطينيين. أعتقد أننا نستطيع أن نقول للفلسطينيين نحن ندعمكم إذا هذه المرة، ونعتقد أن أصدقائنا يعملون بطريقة خاطئة جدا، وسنحاول أن نساعدكم بأي طريقة ممكنة. إن قام جاركم بضرب زوجته، من واجبكم أن تتكلموا معه وتقول له أن يتوقف من قيام بذلك. إذن أعتقد أن هذا غير مناسب، ولن نكون أصدقاء إن رأيت ذلك يحدث مرة ثانية. يجب أن نقف بوجه المتنمر وأن نقول مثل ما قال سيد وينستون تشرشل، هذا لن يكون مقبول. ستدمر 30 سنة من الانتقال نحو حل الدولتين، ولن نقف وراء ذلك ونسمح له بالحصول. وكما قلت سابقا، ربما حتى مليارات الدولار المقدمة، وأيضا بيع وتقديم التكنولوجيات المتقدمة لإسرائيل. شكرا جزيلا لك من واشنطن، الدبلوماسي الأمريكي السابق بيتر همفري.